معلومات مثيرة عن برج دبي الجديد الأعلى بالعالم. أطلقت دبي الاثنين أعمال بناء برج خور دبي الذي يطمح لأن يكون عند إنجازه في العام 2020 أعلى برج في العالم، متفوقا بذلك على برج خليفة البناء الأعلى في العالم حاليا، والذي يرتفع في سماء الإمارة بطول 828 مترا. ودشن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأعمال الإنشائية للبرج الجديد، مؤكدا أن بناءه يندرج ضمن مسيرتنا نحو المستقبل الذي نعمل على أن يكون لنا فيه سبق الريادة في كل المجالات. وبحسب البيان فإن برج خور دبي سيتجاوز كل الأرقام القياسية المسجلة للمباني شاهقة الارتفاع، بما في ذلك برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى 828 مترا، ليصبح عند اكتماله أطول مبنى في العالم. وكانت شركة إعمار العقارية أعلنت في نيسان إبريل لدى الكشف عن تفاصيل المشروع أن تكلفة البرج الجديد ستقارب المليار دولار، مشيرة إلى أنها ترغب بأن يكون إنجاز البرج الجديد هدية للمدينة قبل العام 2020 حين تستضيف معرض إكسبو الدولي الذي من المرجح أن يستقطب ملايين الزوار إلى الإمارة. والبرج الجديد من تصميم المعماري الإسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، وسيضم منصات للزوار تطل على المدينة، وسيكون ما بين 18 و20 طابقا فقط معدا لاستخدامات متعددة، ويضم فندق من فئة البوتيك ومطاعم. وستكون قاعة القمة من أبرز معالم المشروع على ما جاء في صحيفة الإمارات اليوم بأروع المناظر في السماء، كما يضم البرج منصات تمثل حدائق لكبار الشخصيات تحاكي في أجوائها حدائق بابل المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. وسيكون الزوار على موعد مع تحفة هندسية بكل المقاييس مع الشرفات الزجاجية الدوارة المنبثقة من هيكل البرج. واستوحى المصمم تصميم البرج في خور دبي من زهرة الزنبق، كما أنه يحاكي في شكله تصميم المئذنة، ويحدد شكل البرعم البيضاوي معالم منصات المشاهدة في البرج، كما يتشابه ساق زهرة الزنبق النحيل مع هيكل البرج، والذي روعي في التصميم الهندسي لقطره أعلى درجات الدقة والكفاءة. ويرتبط الهيكل بأرضية المشروع عبر كابلات قوية مستوحاة بدورها من شكل أوراق الزنبق، ويمنح تنسيق الكابلات هذا قوة كبيرة للهيكل، كما يثبت برعم الزهرة إلى الأرض بدقة فائقة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل الهندسية. انتهت رحلة زوم الإمارات إلى البرج الأطول في العالم والمنتظر ظهوره إلى النور قريبا. استمتعنا بمعلومات كثيرة عن هذا الصرح العملاق. عقاري جو، الموقع الإلكتروني الأكبر لبيع العقارات وتسويقها.